ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هتكون النهارده اول حلقه من سلسله الرجوع للجامعه والمدارس. قبل ما ابدا عايزه اقول لكم، الناس بتقولي انا انت ليه هتعمليها عن الجامعه بس؟ هو هعمل حاجات كتير قوي على مدار شهر 8، وبعدين بقى كل واحد بياخدها للجامعه للمدرسه، بس انا بتكلم يعني ممكن اقول بالظبط عن الجامعه، لكن انتوا لو داخلين مدرسه جديده هتستفيدوا منها. الموضوع شامل جدا وكل واحد هياخده على نفسه يعني ويظبطه على نفسه. اول حاجه هنبدا بيها في السلسله دي هي حاجه طلبت مني كتير قوي قوي قوي، وانا عارفه انها من اكبر المشاكل عن صحاب الجامعه، وازاي ان احنا نعمل صحاب واحنا داخلين اول سنه جامعه، او لو احنا بقالنا سنه او سنتين في الجامعه وما كناش لسه عملنا صحاب، ازاي نقدر بقى ان احنا كمان ندخل في وسط الناس، which is بتكون اصعب من لما اصلا بتكون انتوا لسه داخلين اول سنه جديد في الجامعه. لو انتوا لسه داخلين اول سنه جامعه واول يوم، ما تقلقوش خالص، دي احسن حاجه. ليه؟ عشان كل الناس اللي معاكوا هيكونوا زيكم، كلهم ما يعرفوش حد، كلهم داخلين، حتى لو داخلين معاهم حد بيبقى مثلا واحده ومعاه صاحبتها، واحد ومعاه صاحبه، ما بيبقاش العدد الضخم بقى اللي هو انتوا في شلل كتيره قوي وانتوا اللي هتعملوا انرجي وهتعملوا مجهود عشان تدخلوا في وسطهم. بالعكس، كلكم بتكونوا زي بعض، كلكم بتكونوا اول يوم ما تعرفوش حد، داخلين على ناس جديده، ما عندكوش خبره، ما تعرفوش مين الناس اللي حواليكوا دي. نعمل ايه؟ نكون كويسين مع كل الناس، خلوا دايما في على وشكم ابتسامه، وخلوا دايما انتوا عندكم ثقه في نفسكم، ما تقفلوش على نفسكم وتحسسوا نفسكم ان انتوا اللي هو ايه، لا دول احسن مني، وان انتوا تفضلوا منكمشين في نفسكم. ده بيكون تحدي، وان انتوا تخرجوا كده بره البالونه اللي انتوا حاطين نفسكم فيها عشان تطلعوا للعالم الخارجي اللي حواليكم وتعملوا علاقات جديده وتبداوا تتعرفوا على ناس، وهتكون هو ده اللي هيبني على اساسها باقي سنين الجامعه. الاول بس ايه رايكم في الحيطه بتاعتي؟ لسه عاملاها جديده، اللي متابعني على الانستجرام طبعا شافها قبل كده عشان حطيتها على الانستجرام، طبعت كل الصور وحطيتها على شكل قلب ورا السرير. بحب دايما ان الواحد يكون good observer. يعني ايه؟ يعني يكون مشاهد ومراقب كويس جدا. لما هتشاهد وهتراقب الناس اللي حواليك من غير ما تتكلم كتير في الاول، هتعرف ساعتها الشخص يلبق لك او يكون زيك، وتعرف ان انت هتبقى صديق ليه وتبقوا صحاب وتمشوا مع بعض. يعني دلوقتي انت اتفرجت على الناس كلها مبتسم في وش الناس كلها، واحد لطيف وكويس ومبتسم وبتحب الناس وبتحب الحياة ومش رخم، وشاهدت ورقبت الناس كلها، فتقدر انت بقى دلوقتي، ما هو بص مش هينفع ان احنا نكون صحاب الناس كلها، فتقدر ان انت بقى تبوينت اوت مين اللي انت عايز تبقى صاحبه او صديقه، او ان انت نفسك تقرب منه ويبقى في علاقة كويسة ما بينكم. والله انا نفسي ابقى صاحبة فلانة بس مش عارفة اخد معاها الخطوة ازاي. انا اقول لكم بقى ناخد الخطوات دي ازاي. انت اللي تبدأي. ناس بتقول ما انا خايفه لحسن تكون هي مش عايزه تتكلم معايا، او لو هي مش عايزه نبقى اصحاب. مبدئيا يا جماعه، اللي مش عايز يبقى صاحبكم او اللي مش حبيبكم بيبان عليه. انتوا لو انتوا مش حابين حد بتتعاملوا معاه باسلوب مختلف عن الشخص اللي انتوا بتحبوه، دايما حطوا ده في بالكم. لو الشخص اللي قدامك مش بيحبك ومش عايزك يبقى صاحبك، انت هتحس بده وهو هيبين لك ده، عشان الحب والحاجات دي بتبان. فما تقلقوش بقى من النقطه دي خالص. التب هنا والنصيحه هنا اللي انا عايزه اقولها لكم، ان انتوا بس ما تسدوش ودانكم وتغموا عينيكم مع الاشخاص اللي مش بتحبكم. يعني ما يبقاش الشخص اللي قدامك بيبين ان هو مش بيحبك وبيعمل مواقف تبين ان هو مش مستلطفك او مش عايز يبقى صاحبك، وتفضل تعند 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 عشان لا انا بحبه وهفضل مكمل معاه وهستحمله. هنا اللي هقول لك لا، اقف، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. عدينا النقطه دي. طب انت لقيت ان الشخص اللي قدامك متقبلك وكويس معاك، ابدا انت خد الخطوات. اهم حاجه ان انت تسال عليه، اهم حاجه ان انت تعمل حاجات كويسه تخليك مختلف عن اي حد تاني. يعني ايه؟ خلصت امتحان، عملت ايه في الامتحان؟ ومش كده وبس، مش شفتيهاش بعد الامتحان لما تروحي تكلميها، تبعتي لها على واتساب، كان ايه اخبار الامتحان؟ عملتي كويس فيه؟ وانتوا ليله الامتحان بتذاكري، ازيك يا فلانه، عامله ايه، محتاجه اساعدك في حاجه، في حاجه واقفه معاكي، عامه انا ذاكرت الحته الفلانيه، انت وصلتي لايه، لو احتجتي فيها حاجه قدموا المساعده. بلاش ان انتوا تبقوا مقفلين. عارفين جو الناس اللي هو ما بيبقوش بجد؟ انا قابلتهم في الجامعه كتير، اللي هم مقفلين، انا ما ذاكرتش حاجه، انا ما ذاكرتش حاجه، وليله الامتحان تسيبك لوحدك. والله يا جماعه هو ده اللي صبرني على الجامعه. فاكرين السمستر اللي فات كان دمار ازاي؟ هم دول اللي صبروني على الجامعه. كم حد كده من صحابي كنا بنقعد لحد الساعه 6 و7 الفجر على واتساب، طب ايه ذاكر الحته الفلانيه هخلص واقول لك، وانت مش عارفه اعملي كذا، وانا لما اخلص هشرح لك اللي انت مش فاهماه. الكلام ده هو اللي بيهون على الشخص اللي قدامك، وهو ده اللي هيهون عليكم على مدار الخمس او الاربع سنين بتوع الجامعه، عشان الجامعه متعبه ومرهقه. مش هضحك عليكم واقول لكم ان الحياه حلوه والصحاب هتبقوا ليلو ليلو لا 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 واللي هو ليلا ليلا والكلام ده، لا الجامعه صعبه. فهو ده اللي هيهون عليكم. ليله الامتحان زي ما بقول لكم اسالوها، ها ايه الاخبار، ما جاتش النهارده الجامعه، اسالي عليها، انت كنتي كويسه. الحاجات البسيطه دي هي اللي بتفرق مع الشخص اللي قدامك
وهيحس ان انت مهتم بيه وان انت بتاخد خطوات انك تقرب منه، فبالتالي ساعتها هو هيديك ان ريتيرن. ده لو انت عايز تقرب من شخص معين او من حد معين. انا في شله، انا دلوقتي في تاني او تالت سنه وعرفت حد وبعدت عنه، وعرفت فلانه وبعدت عنها وحسيت ان مش هي دي اللي انا مبسوطه معاها. في شله بقى معينه نفسي الاقي نكون صحابها، بس مش عارفين ازاي نكون صحابها، وفي نفس الوقت عارفين لما بيبقى في شله اصلا موجودين تبقى صعبه قوي ان الواحد اللي هو جاي يدخلهم في النص. هم خلاص صحاب مع بعض، عندهم الجروب بتاعهم على واتساب، بينزلوا خروجاتهم مع بعض، متعودين ان هم الخمسه هم بينزلوا مع بعض، فلما حد بيجي يدخل في النص دي انا عارفه ان هي بتكون صعبه. هنحل بقى المشكله دي ازاي؟ ان انت نفسك وشايف ان دول مناسبين بالنسبه لك. الشله دي اكيد فيها حد معين هو اكتر حد انتوا شايفينه مناسب بالنسبه لكم، قربوا من الشخص ده عشان الشخص ده يكون هو الوصله ما بينك وما بين الشله دي. مش بقول ان هي حاجه عشان محدش يجي يقول لي تقولي ان احنا نستغل الشخص ده، لا، بس هو ده ساعتها هيكون اصلا يور بيست فريند، هيكون هو اللي بيقول لك تعال اخرج معانا، هو اللي هيكون بيوصلك بينك وما بينهم. واحده واحده ساعتها هتبدا تدخل في وسط الشله دي وهتبقى واحد منهم، بس الموضوع بياخد وقت. بالنسبه بقى لموضوع الوقت ده، عايزه اقول لكم ان كل حاجه بتاخد وقت، ما تتسربعوش. انا غلطت الغلطه دي كتير قوي 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 وانا في المدرسه، ان انا كنت بدخل من اول يوم واول اسبوع واول شهر انا عايزه ابقى خلاص هم دول، انا عايزه دول يبقوا صحابي، واخد الموضوع بسرعه بسرعه بسرعه. فمش هضحك عليكم، ساعات كنت بتخلى مثلا عن حاجات من مبادئي، او ساعات بعمل حاجات مش كويسه عشان ادخل في وسطهم، وكنت ببقى عايزه الموضوع يبقى بسرعه 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 ويتقال على قلق ايه ده دي واحده منهم. ولكن في الحقيقه اللي اكتشفته والحمد لله قدرت ان انا اتجنبه بعد كده وتعلمته وعملته في الجامعه، هو ان انت لازم تتجنب السرعه. الموضوع بياخد وقت ان انت تبقى صديق فلان او صديقه فلانة، مش سهل، بياخد وقت، everything takes time. فما تتسربعوش ان انتوا عايزين من اول يوم في الجامعه او اول شهر تعملوا الشله اللي هتبقوا رايحين جايين الناس بتتكلم عليكم كده. برضو من الحاجات المهمه، اوعوا تتخلوا من مبادئكم عشان تفيت ان. موضوع الفيتنج ان ده صعب قوي، انا عارفه ان انتوا عايزين تبقوا في وسط الناس، ان انتوا انا مختلفه، انا بلبس مختلف بس الناس دول مختلفين عني، بس انا بحبهم ومبسوطه بصحبتهم وحاسه ان انا مبسوطه في وسطهم. اتخلى مثلا عن لبسي عشان ادخل في وسطهم. الولد اللي بيشرب سجاير عشان الشله دي والله كلهم بتشرب سجاير، فايه ده هيقولوا لي ايه يلا انت مش راجل ولا ايه والكلام، عارفين الجو ده. عايزين ان احنا بلاش بقى تتخلوا عن حاجه فيكو عشان تفيت ان في وسط المجتمع اللي انتوا نفسكوا تدخلوا فيه. هنعمل ايه؟ انا كده، انا شخصيتي كده، وبتفهموهم وبتتكلموا معاهم، لا والله انتوا ايه ده انتوا مش عارفه بتعملوا ايه، لا بس ده انا بعمل كذا مختلف، ده احنا عندنا بنعمل مش عارفه ايه حاجات كده، والله تقبلوكوا زي ما انتوا خير وبركه. وبيبقى ده احلى حاجه في الحياه، ان انت يبقى الشخص اللي قدامك مختلف عنك، وانت ليك وجهه نظر في حاجه وهو ليه وجهه نظر في حاجه، وقدرتوا ان انتوا الاثنين تلتقوا at some point وتميت في النقطه اللي هي تقبل الاخر والتفاهم. هو ده the real open minded، هو ده بجد ان انتوا يبقى فيه صداقه. اوعدكم ان هي هتستمر فتره طويله جدا، تبقوا مختلفين عن بعض وفي ما بينكم حاجات كتير مختلفه، بس الصداقه نقطه مشتركه ما بينكم، حبكم انتوا الاثنين لبعض بدون مصالح بدون استغلال، ده احلى وارقى انواع الصداقه اللي ممكن توصلوا له في عمركم. ما تتضايقوا من اصحابكم ويبقوا مختلفين عنكم، بالعكس دي ممكن اقول لكم ان دي نقطه النقط القويه جدا اللي بتقوي الصداقه، ان انتوا تبقوا مختلفين وارائكم مختلفه، قدرتوا ان انتوا تتقابلوا في الفريندشيب دي، ذا ترو ريل بيور فريندشيب الحقيقيه. عمركم ما تتخلوا عن مبادئكم عشان تفيت ان عجبهم، اهلا وسهلا، ودي انتوا هتبقوا كسبانين منتصرين. ما عجبهمش سوري انا اسفه بالسلامه، مش هقدر ان انا ابقى واحده منكم، بحبكم كل حاجه زيكم، صباح الخير صباح النور مش عارفه ايه، ولكن صداقه كصداقه وصحاب رايحين جايين مع بعض في الجامعه انا اسفه مش هقدر ان انا ابقى كده، ان انا طول ما انا قاعده بتقللوا مني بتتريقوا عليا، مش عاجبكم المبادئ اللي انا اللي انا عايشه بيها في حياتي، مش عاجبكم اهلي، مش عاجبكم طريقه لبسي، مش عاجبكم تفكيري كده، انا اسفه مش هقدر ان احنا نكون رايحين جايين مع بعض. كده خلصنا، بقولت لكم شويه ازاي تكتسبوا صحابكم من الجامعه، مش هقول بقى ازاي تقطعوا علاقتكم بحد في الجامعه، ولكن ازاي ان انتوا كنتوا بتحبوا حد ومبسوطين معاه، حصل منه موقف مره واثنين وثلاثه وعشرة مش حلو، او انتوا اكتشفتوا ان انتوا ما تقدروش تبقوا صحاب، انتوا مش حاسين ان الشخص ده انتوا مبسوطين معاه، انتوا شايفينه شخص مثلا سلبي طول ما هو قاعد يشتكي الجامعه صعبه، الجامعه قرف، انا مش طايق نفسي. ودي نقطه مهمه جدا 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 في الجامعه، ان الشخص السلبي هيخليك بجد ما تقدرش تكمل، وهيخليك ما تقدرش تذاكر،
صاحب اللي طول ما هو قاعد يشجعك يلا يا جماعه نقوم نذاكر، طب ما تيجوا ننزل النهارده نذاكر، طب ما تيجوا نعمل مش عارفه ايه، تعالوا نخرج الويك اند ده احنا خلاص مش قادرين، احنا تعبنا طول الاسبوع مذاكره ولكتشرز وبتاع، ده اللي تصاحبه. لكن الوحده اللي طول ما هي قاعده ايه القرف ده، ايه الجامعه الصعبه دي، انا ما بذاكرش حاجه، وفي الاخر تلاقوها مذاكره اصلا. ما انا كله عارفين الشخصيه اكيد عارفينها، مش محتاجه اقول لكم يعني، بس الواحد عارفها كتير. واللي هي تذاكر وما تقولش انا ذاكرت، غير الشخص يقول لك انا ذاكرت والله، وانت تقولي مثلا ده انا ما ذاكرتش، لا يا قومي ذاكري، ايه الهبل ده يا بنتي، ده الامتحان بعد بكره يا بنتي، ده مش عارفه ايه، طب بقول لك تعالي هننزل النهارده نذاكر مع بعض. فاهمين قصدي؟ دول بقى انا بقول لكم عنهم ابعدوا عنهم وضميركم استريح، عشان دول توكسيك بيرسون، دول اشخاص فعلا سامه، هتستنزف طاقتك، هتستنزف شطارتك، هتستنزف كل حاجه فيك. فانا بقول لكم لو سمحتوا ابعدوا عنهم. هنبعد عنهم، هنقطع معاهم يعني؟ لا ما تقطعوش معاهم، بس يا اما اول حاجه هنعملها هي المواجهه، تقولها والله انا بتضايق من كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن تكون هي فعلا مش واخده بالها، لقيت ان بعد كده تعمل الموضوع تاني وبتعيده تاني، تتكلمي معاها تاني. تالت بقى لا سوري خلاص انا مش قادره وانتي مش مبسوطه معاها، واحده واحده هتبداي ان انتي تقللي علاقتك بيها. طب ما انت ما بتذاكري وما بتقوليش، طب انا كمان بذاكر وبقول، فكلامكم على واتساب هيقل، مقابلتكم في الجامعه لا معلش اصلا هروح مع فلانه عشان هي بتذاكر. واحده واحده هتبداوا ان انتوا تقللوا العلاقه وهتبقوا زملاء، بس بلاش نظام احنا مخاصمين بعض، احنا مقاطعين بعض، لا ازيك عامله ايه اخبارك ايه الحمد لله، وبتبتسمي في وشها وكل حاجه، وعمرك ما تتكلمي عليها في ظهرها، ولا عمرك تجيبي سيرتها مع حد، ولا عمرك تقولي عنها كلمه وحشه، عشان لازم تفتكري ان هي في يوم من الايام كانت صاحبتك وصديقتك. اللي بيتكلم معاكي على حد من ظهره بكره يتكلم عليكي من ظهرك انت كمان مع حد تاني. فاياكوا اياكوا اياكوا والنميمه والغيبه وان انتوا تتكلموا ولا تجيبوا سيره حد. بعيدوا عن قعده الصحاب اللي فيها كلام على الناس وفيها كلام عن بعض، والقعدات دي بجد بتبقى سامه، والقعدات دي بتقلل من قيمه الواحد. خليكوا مع الناس اللي فعلا بيحبوكوا، وزي ما قلت لكم في الاول بيبان. الجامعه ممكن تبقى احلى فتره في حياتك، وممكن تبقى ابشع فتره في حياتك، تكون بتعد الايام اللي انت عايز تتخرج منها. الجامعه صعبه ده كده كده، مش قصدي ان انا اخوف الناس اللي لسه داخلين جديد، بس انا بقول لكم عشان تبقوا عاملين حسابكم عشان ما تتصدموش، وده لسه هنتكلم برضو عليه في صعوبه الجامعه في السلسله دي. ولكن الجامعه كده كده صعبه انا بقول لكم، بس اوعدكم ان في حاجه واحده بس هي اللي هتهون عليكم صعوبه الجامعه دي وتقل الجامعه والليالي اللي بتفضلوا سهرانين فيها عشان بتذاكروا، حاجه واحده بس اللي هتهون عليكم، هم الصحاب. اختاروا صحابكم كويس جدا وحبوهم، ادوهم هم هيدوكوا، اعرفوا قيمه الصحاب وقربوا من صحابكم وحبوهم وادوهم. ما تنسوش ان انتوا السلسله بتاعت الجامعه دي هتكون على مدار شهر 8 كله، قولوا لي في الكومنتات تحت انتوا حابين ان انتوا تشوفوا ايه اصلا تاني من سلسله الجامعه دي، او حابين المواضيع اللي نتكلم فيها. انا كده كده جهزت لكم موضوع للكام حلقه اللي جايين باذن الله، بس ما تنسوش تقولوا لي ايه الحلقه، ايه الحاجات اللي انتوا عايزيني اتكلم فيها عن الجامعه، وان شاء الله انا هكفر كل حاجه عن الجامعه على مدار شهر 8. يا رب ان شاء الله تستفيدوا، وبس كده ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي. وما تنسوش ان انتوا بجد انتوا اصلا صحابي، ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستغرام عشان بتشوفوا صحابي هناك يعني صحابي موجودين معايا على انستغرام ستوريز كده، فلما بتعرفوا صحابي بتعرفوني كده اكتر. ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي، باي باي.